البخاري صح والقرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكالعادة في هذا البرنامج نتناول الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في كتابه الصحيح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونبين أهم المعاني والمفردات التي جاءت في هذه الأحاديث، ثم نبين أهم هذه الأحكام التي وردت في هذه الأحاديث، سواء الأحكام الفقهية أو العقدية أو ما جاء في بقية العلوم الشرعية في كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم نذكر في نهاية الحديث أهم الفوائد والدروس والعبر في هذه الأحاديث. أخواني الكرام، أخواتي الكريمات، ثواني معدودة استمع إلى هذا الحديث، ثم نعود إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات، عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وبعد أن استمعنا لهذا الحديث، ولا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب البيوع. وهذا الحديث هو حديث الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. وفي لفظ آخر قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. أخواني الكرام، أخوات الكريمات، لازلنا نتكلم عن هذه البيوع، وينبغي أن تكون هذه البيوع كلها خالية من المخالفات الشرعية التي تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك هذه البيوع ينبغي أن تكون فيها حفظ لحقوق كافة الأطراف، للطرف الأول، للطرف الثاني، البائع وكذلك المشتري. الآن تحدث خلافات كثيرة في يعني عندما يشتري إنسان بضاعة معينة ويريد أن يرد هذه البضاعة، فالإسلام بين هذه الشروط وهذه الأوضاع، حتى أيضا في النخل وفي الزروع وفي العقار وفي كافة البضائع، ومن ذلك حتى إذا اشترى إنسان شاة مصرة. بعد قليل سنبين ما هي الشاة المصرة. فالإسلام نهى عن الغش ونهى عن الخداع، فيجب على الجميع أن يوضح هذه البضاعة وصفتها وأوصافها حتى لا يقع الطرف الثاني بالغش ويترتب على ذلك الضرر على البائع والمشتري. من أنواع التدليس أخوان الكرام وأنواع الغرار والذي نهى عنه الشارع وحذر منه هذه الظاهرة السيئة، والأسف أن هناك من اعتاد على هذه الظاهرة في تجارة المواشي،
وللأسف هذه الظاهرة موجودة الآن. وهناك إما أنه يفعلها جهلا بالدين، وإما يفعلها تعمدا، فيحبس اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، يعني في ثدي هذه البهيمة، فيجتمع عند بيعها عن طريق ربط أخلافها، يعني الأثداء، فيظن المشتري أن هذه عادة لها فيشتريها زائدا في ثمنها، مثل إذا كان ثمنها 80 دينار مثلا، فهذاك يوهمه أن هذه الشاة سمينة، وهذه الشاة عندها تدر اللبن والحليب وكذا، فيشتريها ربما 100 مثلا، وهذا غش وهذا تدليس، فلا يجوز، لأنه يعني اشتراها بأكثر من ثمنها. إذن هذا المشتري يظن أن هذه عادة لهذه الشاة، فاشتراها بثمن زائد، وبعد حلبها يتبين له هذا العيب، وأن هذه الشاة يعني ربما ثمنها أقل بأكثر من هذا الثمن الذي اشتراه. وهذا لا شك أنه يسمى غرر، هذا غرر بالمشتري، هذا البائع غرر بالمشتري، فهنا وقع المشتري بهذا الغرر وهذا الضرر الذي عاد عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع، يعني اشترى، يعني هذه الشاة المصرات، وهي الدابة التي تترك أياما دون حلب، خلها يوم يومين ثلاثة ما يحلبها حتى يمتلئ الحليب في أثداء هذه يعني الدابة. وطبعا العلماء قالوا سواء الشاة سواء يعني البقرة سواء الإبل، كل ذلك يعني داخل في هذا الحديث، فيظن هذا المشتري أنه حلوب، أن هذه الدابة كثيرة الحليب واللبن، فيزيد هذا البائع في الثمن، وبعد حلبها يتبين له هذا العيب، وأن هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذا البعير يعني لا يستحق كل هذا الثمن. طبعا ماذا يفعل على من وقع عليه هذا الضرر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو بالخيار 3 أيام. يعني هذا الرجل الذي وقع عليه هذا الضرر بإمكانه أن يسترجع هذه الشاة، أو كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو مخير بين شيئين خلال 3 أيام، وهي مدة غالبا ما تسمح للمشتري بمعرفة عادة هذه الشاة أو البقرة أو البعير. فيقول: إن شاء يمسكها، إن شاء يمسكها، يمسكها أمسكها، أي يقبل بها ويمضي هذه البيعة ويتوكل على الله عز وجل ويرضى بذلك. قال: وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر. ها، إذن بشرط لم يرد هذه الشاة، لأنه استفاد منها يوم يومين ثلاثة، يشرب من حليبها ولبنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يردها على صاحبها ومعها صاعا من تمر. صاع من تمر، هذا الصاع اللي نسميه يعني صاع أهل المدينة، ما يقارب كيلوين ونصف، كيلوين وسبعمائة جرام هكذا تقريبا. فقال يردها على البائع، لأنه خدعه، وبذلك يتم إبطال هذه البيع، وهذا الصاع صاع التمر بدلا من اللبن الذي حلبه يعني هذا الذي اشتراها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.